من باريس أنتقل إلى ألمانيا، ومعي على الهواء مباشرة السيد إبراهيم كابان. بداية، أهلا بك في هذه النشرة الإخبارية. كيف تابعت العملية الاستباقية للقوات المسلحة العربية الليبية والتي قضت على عناصر إرهابية أبرزها كان أمير داعش أبو معاذ العراقي، وهو عنصر داعشي قدم من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا؟ تحياتي القلبية لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. بالتأكيد تحياتنا، ألف التحية للجيش الليبي العربي الأصيل الذي يدافع عن الخاصرة العربية أمام التوسع التركي في تلك المنطقة. وبالتالي عندما قتل شخص بهذا الحجم، ويعني أحد قادة داعش الذين فروا من الحروب مع قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي من سوريا، وعن طريق المركز الذي يتم تجميعهم وتوزيعهم وهي تركيا وبرعاية تركيا إلى تلك المنطقة، نحن نعتقد عندما يتم قتل شخص بهذا الشكل وبهذا الحجم هو قطع إحدى أذرعة النظام التركي التوسع في تلك المنطقة. كما تم القضاء من قبل قوات سوريا الديمقراطية في الشمال السوري على الداعش، وهو القضاء على أذرعة النظام التركي وتوسعه في الشمال السوري. يعني متابعتنا لهذه المسألة هو بالتأكيد، يعني عندما يتم قتل يعني الإرهابيين الذين يتم استخدامهم من قبل الأنظمة الاستبدادية، سواء كان النظام التركي أو الإيراني، في التوسع في المنطقة العربية، هو بالتأكيد نصر على تلك الأنظمة التي تحاول بشتى الوسائل إرسال المتطرفين وتحويل أراضيهم ومستشفياتهم وبنوكهم وجميع الوسائل المتاحة التي يتيح لهم من قبل الأنظمة أو النظام التركي في المنطقة، من أجل إرسال المتطرفين إلى ليبيا لتدمير ليبيا، لضرب الشعب الليبي بعدهم، أو بالتأكيد لاستخدام هذه المجموعات أيضا في درب استقرار مصر مستقبلا، أو الجزائر أو المغرب أو الدول العربية الأخرى. طيب، دعني أستغل وجودك معي، خاصة أنك في ألمانيا. لماذا نلاحظ بأن الحكومة الألمانية متعاطفة بعض الشيء مع دولة تركيا وتنظيم الإخوان الإرهابي بالأخص؟ وهل القضاء على هذه الشخصية الإرهابية زعيم تنظيم داعش أبو معاذ العراقي بقتل هذه الشخصية الإرهابية البارزة، وصلت الرسالة إلى السلطات الألمانية؟ بالتاكيد يعني العلاقات، يعني هذه الجزئيه، علاقات الالمانيه تركيا علاقات قديمه جدا، يعني تتعلق بامور الاقتصاد وربما الامور العسكريه ايضا. ولكن هنا ايضا في المانيا بعد الاحزاب الالمانيه ترفض تلك العلاقات وتتوقف امام تصرفات الحكومه الالمانيه تجاه، يعني غض النظر عن بعض السياسات التركيه، ولكن الرسائل التي يعني تصل الى الدول الاوروبيه بالتحديد، وعلى الرجل يعني على الخصوص الى المانيا، هو القضاء على المجموعات المتطرفة. الرأي الشعب الألماني بالتأكيد فرح جدا، الصحافة الألمانية أعتقد توقفت عند هذه العملية والقضاء على هذا الإرهابي الذي نحن ندرك، يعني نحن في الوضع الكردي الوضع السوري ندرك تماما حجم ما سيتصرفه هذا الإرهابي في ليبيا، وما المهمة التي تم إعطائها لهذا الإرهابي من قبل الدولة التركية أو التصرفات التركية في المنطقة. ندرك تماما سياسات تلك السياسات. لهذا نعتقد يعني هناك في ألمانيا أيضا الشعب الالماني، وايضا بعد احزاب كل الاحزاب الالمانيه ترفض السياسات التركيه في ليبيا، وايضا التصرفات التركيه والدعم التركي الواضح للمجموعات المتطرفه في المنطقه. يعني اصبح تركيا تتباهى، والرئيس التركي اردوغان يتباهى بدعمه للمتطرفين، سواء كانت جماعه اخوان المسلمين الارهابيه التي حتى هذه اللحظه بعد الدول الاوروبيه تغض النظر عن تصرفاتها طيب وتحركاتها، ويجب ان سيد يكون كابان هناك بالعوده تاكيد. يعني طيب بالعودة إلى صلب الموضوع، هناك مصادر تفيد وتقول بأن أبو معاذ العراقي، وهو زعيم تنظيم داعش الذي قضي عليه في الجنوب الليبي من قبل القوات المسلحة العربية الليبية، من أصول كردية. هل لديك معلومات حول ذلك؟ نحن بالتأكيد يؤسفنا ذلك أن نسمع أن يكون هناك شخصية ضمن المتطرفين يعني الإرهابيين أن يكون ذات أصول كردية أو عربية أو أي أصول من المنطقة الشعوب المتشابكة أو متعايشة مع بعض. ولكن بالتأكيد هناك بعض الشخصيات الكردية والعربية والتركية والفارسية ضالة، أو حتى الأوروبية بشكل عام، هناك هذه المجموعات ليس لهم عرق، ليس لهم دين، ليس لهم انتماء قومي، إنهم مجموعات متطرفة قاتلة يتم استخدامهم من قبل النظام التركي الاستبدادي في المنطقة. المهم هو كيف يتم يعني استخدام هذا الشخص، ما هو طبيعة استخداماته. أما قضية الانتماء أمر طبيعي، أنا أيضا صنعت من التقارير الإخبارية
يعني يقال انه من اكراد العراق، ولكن ليس لديه معلومات دقيقه حول ذلك، ولكن اتاسف لذلك ان يكون هناك كرديه نعم اعان كل هذه المعاناه في الشرق الاوسط من الانظمه الاستبداديه التي تحتل بلاد كورد، ان ينتمي الى هذه المجموعات المتطرفه ومن ثم ان يكون متطوعا في مجموعات متطرفه تديرها الاستخبارات نعم الكرديه لضرب الاستقرار في الدول المنطقه. يعني يؤسفنا حقيقه، ولكن انا لا استغرب ذلك بحكم اصبح النظام التركي يستخدم هذه المجموعات ومنها حركه اقوال المسلمين المتطرفه والقاعده وايضا جبهه النصره في ادلب وفي مناطق المحتله سواء عفرين، راس العين، سريكانية الابيض، اصبح يستخدم النظام التركي بعد المرتزقه من كافه نعم الجنسيات في نعم المنطقه وصلت من اجل وصلت اكمال الفكره سيد مشاريعه. نعم وصلت الفكرة سيد إبراهيم كبان من ألمانيا، رئيس تحرير موقع جيو استراتيجي للدراسات، كنت معي على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك.